ناس كتير بتفكر ان الدراما دي يعني الحالة الحزن، الحالة التراجيديا، ولكن الدراما يعني الكوميديا، تراجيديا، رومانسي، اكشن، كل الحالات يعني بتتسمى كلهم في اسم دراما. يعني لو مثلا في مسلسل، ده مسلسل درامي، لو في فيلم، ده فيلم درامي، مش الممثل بيعيط فالممثل بيعمل دراما، لا، الممثل لما يعمل كوميدي يبقى هو بيعمل دراما، لما يعمل تراجيدي يبقى بيعمل دراما، رومانسي بيعمل دراما، اكشن بيعمل دراما، بيعمل اي حاجة ايا كانت فهي بتبقى دراما. محدش يجي يقول عشان الممثل بيعيط او الممثل بيعمل حزن يبقى ده دراما. هي دراما، بس المصطلح بتاع العياط يعني تراجيديا او حزن مش دراما. اما كل حاجة في العمل هو في الدراما، يعني كده كل حاجة بتتلخص في الدراما. معلومة بسيطة عشان كتير كانوا مفكرين ان دراما يعني تراجيديا او حزن، ولكن هي تراجيديا وحزن دراما برضو، ولكن هم كانوا مفكرين ان مصطلح الحزن او العياط ده دراما، ولكن هو في كله، كل العمل بكل المشاعر بكل حاجة هي دراما. اعمل لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. السلام عليكم.